تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدع حفظه الله ورعاه برقيه تعزية من معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرة في الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعرب فيها عن خالص تعزيه في وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. سائلا معاليه الله العلي القدير يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ولجلالة الملك المفدى موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الرخاء والنماء والتقدم والازدهار